الو، ايوه يا ماهر. ايوه يا حياتي، انت فين؟ انا وصلت الشارع عندك اهو يا روحي. طب ما تطلع. ما انا مش عارف البيت يا قلبي. طب انا هاجيلك البلكونه. استني بس. ايه؟ اوعي جوزك يطب علينا تبقى مصيبه. يا حبيبي ما تخافش، جوزي مش جاي النهارده، انا طالعالك. ماشي يا قلبي. انت شايفني؟ لا مش شايفي. طب انت واقف فين؟ بصي انا واقف قدامي عمارة منشور فيها سجادة كبيرة كلها شفايف. طب انا بشاور لك، شايفني؟ ايه ده؟ انت الايد اللي طالعة من ورا السجادة دي؟ لا انا السجادة. انت السجادة؟ اه. ده انا هنفضك. طيب يا حبيبي، عارف هتطلع ازاي؟ لا يا قلبي اطلع ازاي؟ امشي يمين في يمين في يمين، هتلاقي صينية، لفها وتعال. ماشي يا روحي. يلا هستناك. مع السلامة يا قلبي. يا لهوي، ايه الصوت ده؟ ده انا متجوزة خروف بلية، مفيش غير كده. نهار اسود، كريم جوزي، يا لهوي اعمل ايه؟ السلام عليكم. ايوه يا حاج. معلش يا اصل العشاء وجبت فقلت اتوضى. ايه؟ هتغيب اسبوع؟ هتغيب اسبوع ليه يا حاج؟ ليه الكلام ده؟ زعلتني والله. طب بقول لك الاسبوع ده بقى انا هضيع عند ماما، ماشي؟ عشان ما اقدرش اعيش من غيرك. سلام يا قلبي، لا اله الا الله. سلام يا باقي. جايه لك يا روحي. وادي الجب. ما تخليش الدنيا تهد الجب اللي انت عملته لنفسك. جبك يلا خد لك هبدا، يلا تعالى وصدق نفسك انت محشش. ايوه محشش. يا اخي الواحد مش عارف الجوب ده عايز منه ايه. انا حاسس ان الجوب ده هو اللي بيشربني مش انا اللي بشربه. كل ما اخد منه نفس يكبر هو، وانا افضل انا زي ما انا ولا اي حاجه. ده ايه ده؟ كل ده جوب؟ ايه الجوب ده؟ ده جوب شروكي ده ولا ايه؟ يا نهار اسود. بس الواحد لما بيشرب بيبقى عايز يقول الصراحه، وانا عايز اقول الصراحه، انا حرامي. ايوه انا حرامي، وانا فخور ان انا بشتغل حرامي. انا ما اعرفش الناس بتكره الحراميه ليه، مع ان الحرامي ده اهم واحد في المجتمع المصري، ده هو اللي بيخلي المجتمع كله يشتغل. انا اقول لكم ليه. أنا لما بنزل الصبح رايح الشغل، رايح أسرق ست كبيرة عجوزة في السن، بيحصل إيه؟ الست بتصوت بتقول حرامي، فالضابط بيعرف فبيجي يمسكني، فالضابط بيشتغل. والست بتتعب بتتخض بيغمى عليها بتقع في الأرض، بيجي لها الدكتور، فالدكتور برضه بيشتغل. واما بروح القسم بيرفع عليا قضيه، فبيجي محامي، فالمحامي برضه بيشتغل. بروح المحكمه القاضي بيحكم عليا، فالقاضي كمان بيشتغل. اقعد انا بقى في البيت واشرد العالم دي كلها. اريح يعني وادمر الاقتصاد المصري؟ انا بعمل كل ده ليه؟ بعمل ليه انا كل ده؟ ما عشانك وعشانها وعشانه وعشانكم. انا بضحي بنفسي كل يوم وبكرامتي وبتهان. كل ده ليه؟ والله العظيم كل ده ما عشاني.
ده عشان مصر والله. حبوا البلد يا اخوانا، حبوا البلد شوية. أنا مش هعمل كل حاجة لوحدي. الشقة أنا جاي أسرق الشقة دي في حب مصر بقى. مش ناقص غير المعلم خطاف يجي ونسرق الدنيا كلها. أنا مراقب له الشقة والشقة أمان. الشقة أمان يا معلم. كله تمام يا ده سلبة. كله تمام يا معلم. اتكلنا على الله. ده سلبة. كله تمام؟ كله تمام. أنا عايزك تسرسق ودنك يا ضلا، يكون في فار ولا عرسة معدية. أعمل إيه؟ سرسق ودنك. أسرسق ودني؟ آه. وده سرسقها إزاي يا معلم؟ طرطق ودنك يا. أطرطق ودني؟ آه. أطرطقها إزاي يا معلم؟ هنبتديها غباوة؟ ارمي ودني آه. وأسمع إزاي يا معلم؟ يلا انا قلبي موغوشني من العمليه دي. ليه اول مره اعمل عمليه من غير ما اصلي صلاه استخاره؟ انت بتصلي يا معلم؟ لا. اما ليه متوغوش يا ابني؟ مش عارف قلقان، في قلق هنا في المنطقه. النور بتاع الشقه منور والشباك مفتوح، اكيد في حاجه غلط يا. ايه في حاجه غلط يا؟ انت قلت لي راقب الشقه. يا سلام. انت راقبتها؟ يا ده انت مش مركز معايا يا ابني. البتاع اللي انت بتشربه ده ليه يا معلم؟ ده البتاع ده كله حشيش. ده انت بتشرب الوفد يا وايه ده؟ كلمات متقاطعه هحلها. ما اعرفش الان. يا لا الان. اهم حاجه. ايوه. كله تمام؟ يعني الشقه انت شايف انها مظبوطه مفيش قلق؟ طيب يلا نتكل على الله. بقول لك ايه يا حبيبي، انت كل ده بتطلع على السلم؟ يا روح قلبي، في ناس لقيتهم نازلين، خفت يشوفوني عشان سمعتك يا روحي. الصوت ده؟ ايه ده الصوت ده؟ صوت الست والراجل اللي كانوا بيتكلموا دلوقتي. ايوه دي تهيؤات. يا دي مش تهيؤات، دي حقيقه. هلا والله يا معلم تهيؤات، انت متهيأ لك. انا مش هو انا اللي شارب ده؟ انت اللي شارب يالا. استنى استنى. إيه؟ تعالى يا حبيبي نخش الاوضه. هيخش الاوضه؟ يلا بينا على الاوضه. في ايه؟ لا ادي احنا في الاوضه. امال احنا تعالى فين؟ تعالى تعالى تعالى. يا نهار اسود. بوب بوب بوب. ارجع ارجع ارجع، عربيه الشرطه تحت. طب ما تيجي ننزل للشرطه. يا دي احنا حراميه يالا. قبل ما يطلعوا لنا. يا دي احنا حراميه. يا ده انا بعلمك يالا. انا حرامي قديم وانت بتتعلم من. بص انا كام خط وانت كام خط. قدامك مشوار لسه يالا. ما انا عايز اتعلم يا معلم. يبقى اسمع الكلام وخلاص. انت جاي تتفاجئ؟ تسمع الكلام ومالكش دعوه. اسمع ايه الكلام؟ السلام. تعالى ورايا نستخبى في الدولاب. نستخبى فين؟ نستخبى في الدولاب. اشمعنى الدولاب؟ ولا انت في حد يالا اكيد قلت له ان احنا جايين النهارده. لا لسه لسه. طب تعالى ورايا. يا نهار اسود. تعالى خش خش. ايه؟ خش في الدولاب. هتزنقنا في الدولاب. يا اد ما تخافش يالا. انت نعرف نهرب. ولا انت بتفكر؟ انا قلت لك فكر. لا. خش. خش. حبيبتي. حبيبي. عمال ادور عليك واتريك. ايه ده يا جنبي؟ عمال ادور عليك واتريك هنا جنبي. يا شاغلني تات تات ترا طمني تات تات. صحيح عمال اقول لك امشي يمين في يمين في يمين. وانا جاي لك عشان امشي يمين؟ انا جاي لك عشان امشي شمال. وبعدين يا روح قلبي اللي يعرفك لا يمشي يمين ولا شمال. امال يمشي ازاي؟ يستخبى يا قلبي. تعال استخبى يا روحي. استخبى فين؟ جوزك لو جه هيذبحنا. هو انا ما قلتلكش؟ لا.
جوزي مش جاي النهارده. بس هيخيب اسبوع. يخيب اسبوع ايه؟ اسبوع بحالها هيخيب. اسبوع ايه اللي فعله؟ بقول لك اسبوع بحالها هيخيب. ايه ده؟ انا ازاي وصلت المكان ده؟ زي ما انت، ده انا ههد الدنيا. ههد الدنيا عايز اعمل. لا 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 اهدي شويه لو سمحت. رايح فين؟ اهدي شويه. لا ما تفرهضنيش. انا اه نتكلم شويه ندردش. ندردش مش كفايه ان انت جاي متاخر؟ جاي متاخر ليه؟ كنت في السيرك. كنت بتعمل ايه في السيرك؟ انا بشتغل في السيرك. شغال ايه؟ انا الساحر السيرك العظيم. ايه ده؟ انت ساحر السيرك؟ انا ساحر السيرك العظيم. طب لو انت ساحر بجد وجداني. بجد وجداني. عايزك تسحرني. اسحرك. عايزه تبقي ايه؟ عايزه ابقى شبح هيفاء وهبي. لا دي مش عايزه ساحر. امال عايزه ايه؟ عايزه المقاولين العرب. عايزه لودر يجي يسفلي دهونك. طب عموما يا حبيبي انا اللي عايزه سحر ولا بتاع؟ انا عايزك تيجي جنبي. اجي جنبك فين يا قلبي؟ هنا اهو يا روحي. بس كده؟ اه اجي لك يا روح الروح. تعالى يا روح. اجي لك يا قلبي. ابوس ايدك سيبيني اروح، عندي اطفال صغيره. عندي عيال عايزين يشوفوني. مش هينفع الكلام ده. الكلام ده بقى كده مش نافع، ما تضايقنيش. يا حبيبتي مش على طول كده. ناخد وندي في الكلام. ماشي. ندردش مع بعض. يا عيني ايه دي؟ العلبه الذهبيه يا وليه. يا ست الكل علبه دي علبه الشغل بتاعي. علبه السحر. علبه السحر بتاعي هي دي. طب بتعمل بيها ايه؟ انا ما اعرفش اشتغل من غير العلبه دي. انت مثلا تفكري في اي حاجه، اي حاجه تفكري فيها تظهر جوه العلبه دي. اي حاجه اي حاجه. بس بشرط. ايه؟ لازم يكون معاك النجمه السحريه. اهي النجمه اهي دي. خدي بالك. النجمه دي ورثها عن جدك دودي. خدي بالك عشان هي دي اصل الحكايه. ماشي. لما تلبسي النجمه دي وتفكري في اي حاجه بتركيز وثقه تظهر في العلبه دي على طول. ماشي يلا. هتفكري معايا دلوقتي. العلبه فاضيه زي ما احنا شايفين اهي. العلبه فاضيه خالص. يلا فكري. فكرتي. اسمع سقفه كبيره قوي. ايه ده؟ ساندوتش ده سخن. ما هو لسه طالع. ساندوتش خلاص يا حبيبتي. عايزه بيرك يا حبيبتي. عيني يا روحي. عايزك كده تفكري في حاجه حلوه بقى. حاضر يا قلبي. يلا يا قلب القلوب. يلا بينا. العلبه فاضيه زي ما احنا شايفين. العلبه فاضيه اهي، ما فيهاش اي حاجه من جوه. يلا فكري. فكرت. اسمع سقفه كبيره. لا ما مش قصه بقى. هو انا ايه، مخبز؟ سندوتش تاني؟ ما انت بتطلب واحد والتاني مجانا. ده علبة السحر مش مايكروويف. ارجوكي انا ساحر مش بتاع دليفري. خلاص يا روحي. يا حبيبتي عايزه بيرك يا روح قلبي. طب استنى بس، انا عايز اسالك سؤال. اتفضلي. علبة السحر وعرفتها، انت في السيرك بيبقى قدامك صندوق كبير قوي. تفتحه وتقفله بيبقى فاضي. طبعا. تيجي تفتحه تاني بيبقى فيه بنت. جات ازاي؟ مش انا ساحر؟ والصندوق ده بيبقى موجود في قلب السيرك. اه انا بحط العلبه دي في الصندوق والبس النجمه السحريه وافكر في البنت بتركيز وثقه تظهر في الصندوق الكبير. بس كده؟ بس كده. طب اعمل لي لعبه سحر تانيه. اعمل لك لعبه وانا جاي بعد اعمل لك سحر بقى عشان خاطر. احسن من اي حاجه بنعملها. ماشي. اعمل لك لعبه السيجاره. ماشي. معاك سجاير؟ لا. امال صياعه على الفاضي يعني؟ في طفايه هنا؟ لا مفيش. مفيش طفايه؟ نجيب طفايه من الهوا ونحطها هنا ونطفي سجاير بقى. ايه رايك في اللعبه؟ ايه ده؟ مش حلوه؟ جامده جدا. نطفي السيجاره بقى. نطفيها؟ نطفيها خالص ونفركها جامد قوي 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 قوي. أبهرتك بصراحة. بقول لك إيه؟ إيه؟ ما تيجي تشتغلي معايا. فين؟ في السيرك. اشتغل ايه؟ تعال تعال اشتغل في السيرك هتلاقي حاجات تشتغليها. تعرفي تنططي كوره بلاستيك على مراخيرك كده؟ اشمعنى؟ كلب البحر توفى. كلب البحر توفى؟ تعالي اشتغلي مكانه، ده عسل.
سمك رايح جاي وانت تنتشي بقى من الهوا. طب بقول لك ايه يا حبيبي؟ قول يا روحي. انا كنت عاوزه اطلب طلب. ايه؟ تيجي معايا المطبخ. هو انت عايزه مني ايه النهارده؟ عايزه تيجي معايا. عامله اكل بقى عالمي. عالمي؟ اه. اجي معاك المطبخ. يلا يا سلام. يلا يا روحي. بقول لك ايه؟ قول يا اجي معاك اللي انت عايزاه، بس ليا طلب صغير. امرني. اروح عندي اطفال صغيره. تعالى اروح بيتنا. تعالى يا حبيبي امشي بقى قدامنا بقى. عايزه ايه مني؟ افتح بقى. يا نهار اسود. شفت يالا؟ شفت يا معلم. الست بتخون جوزها. الست بتخون جوزها وجايبه الواد معاها. وجايبه الواد معاها. يا نهار ابيض. يا نهار ابيض. واحنا قاعدين في الدولاب. واحنا قاعدين في الدولاب. انت بتعيد الكلام ورايا. امال انا جايب مساعد معايا ليه؟ يا تقول حاجه جديده. ايه؟ ما انا كنت اجي اقول الحاجه مرتين وما اجيبهاكش وخلاص. ايه ده؟ ده نسي الصندوق بتاعه. ما صح. ما حقيقه. الصندوق بتاعه نسيه. يا سلام. الصندوق ده يالا اللي فيه السحر كله يالا. انت خدت بالك؟ انا واخد بالي. يقعد يطلب الحاجه من هنا وتنزله، بس الصندوق ده فاضي بجد يالا. ما هو بقى ده سحر. الله على المعلومه. الله. سحر. سحر. امال ايه؟ سحر. سحر الدنيا. يعني الصندوق ده الواحد ممكن يطلب اي حاجه. المفروض زي ما بنسمع ونشوف. انت بتسمع؟ مش الوليه قالت كده؟ هي والست اللي كان الراجل اللي كان معاها. الوليه والست اللي معاها. هو الحجم يدي على وليه وست فعلا. طب خد يا ده، انا اتمنى اي حاجه. يا معلم. يلا وانت طلعها لي من جوه، بس فكر لنا في حاجه حلوه يا معلم. ماشي. والنبي. حاضر. ماشي يا معلم. كان دي فرصه اصلا. ايوه انا عارف. ماشي. بس فكرت. فكرت يا معلم. اوبا. اوبا ايه؟ مفيش حاجه؟ انت فكرت في ايه يا معلم؟ فكرت في فلوس يالا. هي فين الفلوس دي؟ بس النجمه اللي في رقبه الوليه يالا. لازم تكون لابس ايه النجمه دي وانت بتطلب الطلب او بتتمنى الامنيه، فتقوم الامنيه طالعه لك. ونروح عاملين اي حاجه؟ زي الساحر. كده اهو ربق تطلع الحاجة على طول. ربق؟ تطلع الحاجة. نعمل ازاي؟ زربقوا. طب يبقى احنا عايزين النجمة دي يالا. احنا عايزين ايه؟ النجمة دي. يا سلام. النجمة دي عايزينها يالا. لازم يا معلم. النجمة دي احنا عايزينها. دي معلومة جديدة خالص. يبقى احنا لازم نتصرف ونجيب النجمة دي من رقبة الولية بأي طريقة. لازم يا معلم. لازم. لازم يا معلم. طيب. احنا نعمل لها ايه؟ هنجيب النجمة. ازاي؟ من رقبة الولية. ماشي. ان شاء الله نقتلها. نقتلها يا معلم. ربنا يستر. ربنا يستر. بص لي كده، الشرطة واقفة لسه ولا ايه عشان ناخد النجمة ونجري؟ ما تقلقش يا معلم، انا خدامك يا سيدي المعلمين. يلا شوف. ماشي. ايوه يا فندم. ايوه. المعلومات اللي عندنا بتقول ان اللي اسمه خطاف والواد الاهبل اللي معاه هيعملوا شغل حلو النهارده في المنطقه. صح. حصل سعادتك ومأمنين المنطقه بالكامل. زي الفل يا شرطه. وان شاء الله باذن الله هنمسكه. جدعين يا شرطه. هي دي الشرطه. احسن شرطه. انت فرحان ياض؟ امال ايه يا معلم؟ ده بيقول لك هيمسكونا انا وانت. ده بيقول هيأمنونا. يأمنونا ايه؟ يأمنوا الناس مننا يا ابني. احنا حرامية. احنا حرامية. أيوة. هم شرطة جايين يمسكونا. ايوه. ايوه ايه؟ ما يبقى احنا لازم نتدارى. ونتدارى ليه يا معلم؟ ما هو كذبه. ما قالوا الصح والحقيقة وكل حاجة. ولا سلبة. ايه يا معلم؟ ده قلت لحد ان احنا جايين النهاردة العملية دي؟ ان في حد بلغ علينا يا معلم. ايوه انت قلت لحد ان احنا جايين العملية دي؟ عيب يا معلم، انا ما قلتش لحد ابدا. قلت لحد يا سلبة؟ يا معلم عيب. سلبة. والمصحف فيه ايه؟ والمصحف فيه ايه؟
ده سؤال. ده بترد على السؤال بسؤال. انت قلت لمين ان احنا جايين؟ اعترف يا ما قلتش غير البت نوسه خطيبتي. بت نوسه مننا وعلينا، استحاله هتبلغ. أيوه. مين تاني يا وامي بس. امك استحاله يعني تسلمنا ولا تسلمنا؟ انت بتضايق امك يا لا عيب يا معلم، عشان بس تبقى عارفه انا رايح وجاي منين. قلت لمين تاني يا والواد سيد الشغال بتاع القهوه. ولا دهبل زيك مش هيعرف يقول حاجه. مين تاني يا عيب يا معلم ما قلتش لحد. قلت العبد المخبر. ده مخبر يا معلم، ده يودينا في داهيه. ده اللهم صل على النبي. الحلاوه دي عارف ان المخبر يودينا في داهيه، ما قلتلوش يعني. انا قلت للبت ساميه بنته بس. يا ده قلت لساميه ما اكيد قالت لابوها يالا. وتقول له ليه؟ يا ده عشان ابوها ياخد بنت على قفانا يا سلام. انا مش فاهم يعني، انت هنستعجب النهارده ونشتغل بكره يعني ولا ايه؟ ما تخلص بقى يا حبيبي، ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه ده ايه ده؟ خش على الدولاب، خش على الدولاب. مش معنى الدولاب ياد، ما هو ده المكان الوحيد اللي هنستخبى فيه. ده اللي بنتزنق فيه ده. ما يجراش حاجه بس على ما نعدي. يا رب. خش خش. انت تعرف يا حبيبي ان ضحكتك دي شبه ضحكة جوزي؟ والله ده شغال في السر. بيشتغل ايه؟ مدرب اسود. اروح اروح والنبي، جوزك مدرب اسود؟ هو اسمه ايه جوزك؟ جوزي اسمه كريم. يا نهار اسود ومنيل، ده زميلي شغال معايا. لا والله. انت ازاي تطلعي مراته؟ طب خلاص ما تخافش، هو اصلا هيغيب اسبوع. انت قلقان في ايه؟ الصندوق بتاع السحر بتاع فين؟ الصندوق اللي انت كنت ماسكه؟ ايوه الصندوق. فراح فين الصندوق؟ لا يكون في حراميه في البيت. حراميه ايه؟ في بوليس تحت، مش هيجي حراميه هنا. طب نعمل ايه؟ انا عايز الصندوق، ما بعرفش اشتغل من غير الصندوق. عايز الصندوق بتاعي، اعمل سحر انا ازاي بقى انا دلوقتي؟ طب يا حبيبي ممكن يكون خدناه معانا المطبخ. هو انت عايزه تروح المطبخ وخلاص؟ صدقني ممكن يكون كلامي صح. تعالى بس. تعالي. تعالي يا روحي ما تخافيش، تعالي. يا نهار اسود، ده كريم جوزك جه. ايوه جوزي. جوزك اعمل ايه دلوقتي؟ مش عارفه. قلت لك جوزك هيجي في اي وقت وهو جه. مراتك تيجي تطب علينا يا كرمي وتقفشنا. بقول لك ايه، ما توتريناش، دي ليله حلوه والليله عيد. يا نهار ازرق، الحقني يا ماهر، كريم بيخوني. معلش يا طهره. انا مش هقعد له في البيت، انا لازم امشي واسيب البيت ده. انا اللي عايز امشي واسيب البيت ده. انا همشي واسيبه له خلاص. انا همشي، انا نط من البلكونه. طب ما في بوليس تحت. طب اعمل ايه؟ خبيني خبيني في اي حته. طب خش الحمام. مش عايز اعمل حمام، خبيني في اي حته. بقول خش الحمام. استخبى في الحمام. فين الحمام؟ هنا اهو اهو. هنا الحمام. خدني معاك عشان اسمعهم بيقولوا ايه. هو انت عايز تيجي معايا وخلاص؟ يا حبيبي امشي. ده جوزك جاي يا وليا. الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه، الواد بيقول الاه اه اه اه. يا سلام، دي ليله عنب باذن الله ان شاء الله يا رب. تعالي يا روحي ما تخافيش، تعالي ما فيش حد هنا. في ايديك اوعى تهد جبال، في ايديك اوعى. يا لهوي، شوف انت عامله ازاي وانا متجوز واحده عامله ازاي. متجوز خرتيت. الوليه خدت مفارش السرير وعملتها بلوزات ولا دي ايه؟ بصي، راجل وست ستات وربنا، حاجه غريبه. بقول لك ايه؟ ايه؟ دلعيني احسن، انا محروم من الدلع. دلعيني. كرومي كرومي يا حلوه يا بطة. ايوه شوفي كرش ويا اختي يا قطه، يا خويتي بوسه لجيجي، يا خويتي يسلم فمه. يا لهوي على فمه. يا لهوي. الله يا كرومي، الشقة جميلة وواسعة. ايه ده؟ ايه؟ ايه ده يا كريم؟ ايه؟ البلكونة مفتوحة والنور منور، هو مراتك تكون هنا وتطب علينا وتقفشنا. بقول لك ايه، ما توترنيش وتجيبي سيرة مرات، انا ممكن اقطع الخلف وانا واقف دلوقتي. ما تجيبيش سيرتها على لسانك ابدا. لا لا، انا خايفة، حاسة ان في حد في الشقة، ممكن يكون في حراميين. حراميين ازاي؟ في بوليس واقف تحت، مفيش حراميين، ما تقلقيش. لا لا، انا خايفه، اعمل لي حاجه. انا هتصرف وهعمل كل حاجه، ما تقلقيش. ثانيه واحده، استنيني حالا، انا جايه يا روحي. ثانيه واحده.
عملت ايه؟ قفلت الباب بالمفتاح عشان محدش يزعجنا. يا شقي يا شقي يا جامد يا نوتي. ياه، من زمان كان نفسي حد يقول لي يا نوتي. تعالى يا كريم. ايه؟ بص انا قلقانه، مراتك لو جت دلوقتي وشافتنا في الوضع ده هتبقى مصيبه. يا ست ما تخافيش، بقولك ما تقلقيش بقى، انا قايل لها ان انا مسافر اسبوع، فما تقلقيش بقى، دي ليله حلوه. اصل انت عارفني اموت في الانبساط، لكن مشاكل ما بحبهاش. ومين بيحب المشاكل؟ مين بيحب المشاكل؟ انت بتحب المشاكل؟ احبوش. طب احبيه بقى وحات امك، احبيه عشان كده كتير والمصحف ليلة عرق. ايه ده؟ ايه ده؟ يا لهوي. لهوك ايه؟ اخرسي، اوعي كده. مين اللي في الحمام؟ مساء الخير يا حاج. يا لهوي يا هتقسمنا اتنين انا وانت دلوقتي، دي انت متعرفيهاش. انا عايزه مفتاح. دوري دوري على المفتاح عندي. دوري. ازيك يا حاج؟ عامله ايه؟ الحمد لله على السلامه يا حاج. الله يبارك لك، خلي بالك لا تتزفلطي تيجي تتكسر رقبتك. انا مش لاقي المفتاح، عايز امشي. طيب ازيك يا حاج؟ عامله ايه؟ تعال خش الدولاب، خش الدولاب. ايوه تعال الدولاب. والله انا عارف. انتوا مين يا عم تنايل في اللي انت فيه؟ خليك خليك. ها ابعد. ازيك يا حاجه؟ ايه ايه اللحمه جت الجمعيه؟ الحمد لله. يلا ادخل بالبضاعه ما تطلعش. يلا انتوا مين؟ ازيك يا حاج؟ عامله ايه؟ ايه ده ايه ده الجمال ده؟ الحمد لله على السلامه يا حاج. الله يسلمك يا حاج. الله يخليك. انت مش قلت ان انت هتتاخر اسبوع؟ ما انا قلت بقى اعملها لك مفاجاه. بعشق مفاجاتك. فاكر المفاجاه الاخيره؟ فظيعه. المصيف. ودي حاجه تتنسي؟ بس احنا من ساعه ما رجعنا عايز اسالك سؤال وبنسى. ايه؟ احنا رجعنا من البحر دي لنا كتير. ليه ما بتلبسيش التوق؟ توق ايه يا حاج؟ دي العوامه دي ولا انت نسيتي تقلعيها ولا ايه دي؟ لا ده البحر الميت يا حاج. البحر الميت؟ حتى بقول لك البحر إيه؟ ما استحملش وما. ايوه يا روح. تعالى اقول لك على حاجه. زي ما يكون بيستهيأ لي يعني ان انا سمعت صوت واحده معاك. واحده؟ اه. فين الواحده دي؟ دي حتى كانت بتقول لك يا كرومي. اه ده اسد جايبه معايا من السيرك بدربه على فقره جديده. ما تقلقيش. يا ما شاء الله، الاسد هيقول لك يا كرومي؟ هو انا مبعد محاره؟ انا مش مدرب اسود؟ اقول للاسد تعالى اقعد على حجري يقول لي تعالى اقعد على حجري، نقعد على حجري بقى. انت مالك انت يا حاج؟ ايه ده انت بتزعلي يا كريم؟ اه بزعقلك يا حاج. ما تزعليش يا كريم. لا زعقلك بقى. ما تزعليش يا كريم. يا نهار اسد انت بتزعلي؟ خلاص يا حاج. انت مجنون؟ خلاص يا حاج. الله يهديك. انت بتزعلي؟ الله يهديك يا حاجة يا بنت المفترية. انت بتزعلي؟ والله بتضربي بجد. اوعي. بتضربني؟ تضربني يا كريم؟ خلاص. انا هجيب لك امي يا كريم. هاتين امي. انا عايز امي. في ايه؟ ايوه يعني ايه بقى؟ ماما انا ايه اللي جابني هنا؟ احنا اللي نسأل ايه اللي جابك هنا؟ معرفش يا كريم، والله كنت قاعده مع ابو كريمه كده قاعده صفا، قال لي مش هتقومي تطفي النور، قمت طفيت النور جيت على هنا على طول. جايه تكملي الحلم هنا يعني؟ اللي اتبخت بعيد عنك. الحقيني يا ماما، اللي اتبخت انا كمان، كريم بيخوني. كريم ايه يا بنت؟ كريم بيخوني. اتكلي على راسي بيهولي. ماشي. في ايه يا كريم؟ يا حماد انت بتخون البيت؟ لا وربنا. دي البنت دي مفيش زيها، ده انا ربيتها احسن تربيه، ده الوحيده اللي عرفت اجيبها من ابوها. وانا ذنبي ان الحاج مقصر، انا مالي؟ بس يا كريم. ماشي يا حاج خلاص. ايه ده؟ ما تسمعش نفس. بقول لك ايه ده ايه ده؟ انتوا مين؟ يا سلام، انتوا خارجين من الدولاب؟ طب ما امك خرجت ما استغربتيش ليه يعني؟ حاجه عجيبه جدا يا اخي. انا عارف. ايه ده؟
ايه انتوا مين يا جدعان؟ ايه اللي احنا مين؟ خليكم في اللي انتوا فيه والنبي خليكم. انا كنت في الدولاب انا والحاج. مش انت كنت في الدولاب؟ كنا في الدولاب. انا كنت في رف البوكسرات. وانت كنت فين؟ انا كنت قاعد في شراب الولايه دي. طب امال ايه؟ ما ايه؟ الدنيا كانت زي الفل جوه والله. امال ايه اللي خرجنا من جوه؟ انا عارف. انتوا مين انتوا؟ انتوا جايين هنا تعملوا، انتوا بتخونيني يا كريمه، بتخونيني مع اتنين يا كريمه. اديك قلت كريمه عادي. ايه يا ابني ايه الدولاب ده؟ اي حد تايه كده؟ ده تايه، ده تايه، تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا. أنت مين؟ أنت عايز إيه؟ سيف ما جاش هنا. سيف مين؟ سيف. سيف. سيف ما جاش هنا. سيف. مفيش سيف، أنت بتخونيني يا كريمة مع واحد تالت غير الاتنين يا كريمة. لا 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 لا، لو سمحت. أنا عملت كل حاجة غلط ممكن تتخيلها. لكن عمري ما خنت واحد صاحبي. يا سلام، ما انت خنتنا اهو. وانت صاحبي. ايوه. ايه يا عم ما تكبرش المسائل. لا. سيف هنا؟ لا مش هنا. طيب يا جماعه انا متاسف، بس لحظه واحده بقى اتاكد سيف فين. اتفضل. لا يا حاج اديني سيف كمان. سيف. هات التسعه يا حاج. لا ما عجبهمش. اقفل يا حاج اقفل. انت جاي انت عايز ايه مننا يا عم؟ انا متاسف يا جماعه، انا تقريبا تايه، انا اسف جدا. مين دي يا باشا؟ دي مراتي يا سيدي. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. الله يخليك. انت ربنا مديك جوهره. لا جوهره ايه، انت مديك الساغه كلها. الله اكبر، خلي بالك منها. دي في عيني. لا عينك ما تكفيش، حطها في عين السيره. ها يلا سلام. لو سيف جه قولوا لي. حاضر. انا في سلام عليكم. مع السلامه. سلام عليكم. ارجع جوه الدولاب هتلاقي نفسك مكان ما كنت تايه. حاضر. مع السلامه. ده ايه الدولاب السحري ده؟ ما هي دي الفكره يا جماعه، واضح ان كل ما الست دي بتتمنى حاجه بتحصل يعني. اتمنى. انتوا حراميه، انتوا مخططين حراميه صح؟ انتوا حرام. انا الدنيا هتولع والله، الدنيا هتولع واحنا عايزين المطافي. الكلام ده مش يعني. وده جاي منين ده كمان؟ من الدولاب. لا احنا لازم نرش الدولاب ده. بدا يطلع منه حاجات مش هنفهمها. ده ايه ده؟ ايوه حضرتك مين؟ يا سلبه اتصرف معاه. انت ايه؟ انت ايه يا ابني؟ انا بقالي سنه نفسي افهم انت. انت ايه؟ ها يعني انا مش عايز نبقى اصحاب، مش بتعرف عليك، انا بس مستعجبك. انت ايه؟ الفرصه جات لك تاني يا ابني اتكلم. مش هتيجي تاني؟ طب انت بتطلع لي انا بس يعني؟ الناس دي شايفينك ولا بتطلع لنا بس ولا انت ايه؟ اتكلم يا ابني قول في ايه. قال لك ايه؟ مش عايز يرد يا معلم. انت يعني انت عايز ايه يعني؟ يعني انت معانا عادي يعني؟ يعني وانت نازل بالبيت وتقول لهم رايح امثل، واول واحد يقول لك عايز النسخه بتاعت السيناريو بتاعتي؟ ومكلفنا نسخ وما بينطق خالص يا معلم. طب اشرح لنا يا ابني. يخرب بيت غموضك. اشرح لنا انت ايه مثلا؟ هيشرح هيشرح.
هيشرح هو ايه؟ ده هيدينا حاجة من قطر ويعني احنا نكشف. ايه؟ لا حول الله. انت ليه يا ابني كلامك قليل في الحياة؟ العمر بيجري. عايز تخش الحمام طيب ولا ايه؟ واكيد بياخد نص اجر. ايه ده انت شمعة؟ انت شمعة يا ابني؟ راجل مطافي. لا ده عيد ميلاده. ايه ده؟ يعني انت بتاع مطافي؟ شوف يا سلبة. يا ابني يا ابني انت ايه؟ انت هتقعد تطلع شمع وتولع فيه؟ انت يا ابني انا مش هسيبك النهارده غير ما فهمت ايه؟ في ايه؟ انا بقالي سنة نفسي اقول لك انا ايه؟ بس محدش راضي يديني مايك. لا حول الله. تعال تعال اديك مايك. تعال تعال خش جوه تلاقي واحد تايه قول له فين المايك بتاعي. ها يا لهوي يا معلم ده طلع صاحب قضيه. راجل حاولنا معاه يعني. طب يا جماعه واضح ان المشكله الاساسيه في الدولاب. اه دي كنا ناسيينها. تعال تعال كريم انا عايز امشي. امشي امشي. ايه ده؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه الجمال ده؟ مرايتي بقت جميله. انا مالي بقيت عسل كده ليه؟ في كده؟ طب كده ايه؟ ايه العسل ده؟ انا مزيانه. مساء الخير. ايوه هو ده الصوت اللي انا سمعته. هو ده الاسد يا كريم؟ لا ده الفرس. لا على فكره ده انا كنت نايمه ننه وفجاه النور قطع وكده ولقيت نفسي هنا فجاه. ايه ده؟ ممثله فاشله قوي يا جملتين مش عارفه تقولهم. دي برضه فاشله يا معلم. يا الجملتين مش عارفه تقولهم. يا دي مش لازم تتكلم. دي تهب على الناس كده بس. لا 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 على فكره مش فاشله. ممكن اوري حضرتك دلوقتي ان انا بعرف امثل. طب وريني بتعرفي تمثلي ازاي. ماشي. اصل انا مولوده في ايدي سجار. تررن تررن ارقص في الثانيه 10 رقصات. ما بس ما بس ما قلت لك اسكت. انت عايزاه يسكت ليه يا وليه؟ هي البلد دي كده اي حاجه حلوه يبوظوها. واضح يا جماعه ان الدولاب ده بيجيب حاجات كتيره جدا. كلنا طلعنا من الدولاب يعني. ده ايه ده؟ والله يا استاذ انا حاسس الدولاب ده من العصر الحجري يعني. دم دغرم 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 دا 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 ويو 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 ويو. ايه ده يا استاذ ابو الليف؟ انا بحب حضرتك قوي. بس انت طلعت خرونج اهو عادي. ايه المشكله؟ وجد شقك. لا وضع شقك ايه؟ خلاص انا اسف. نتعرف ببعض. انسان بدائي. انسان اعدادي. انت هتهرج. اي حاتم السيد يجي يقول لي انسان اعدادي ويركب دقني ويعدي. ايه يا عم انت مجنون؟ ايه الدقن دي؟ انت من الاخوان البدائيين؟ ودا ودا دا دا.
طب ثانية واحدة بقى، احنا عايزين نعرف ايه اللي جاب حضرتك هنا. انا كنت قاعد في الكهف بتاعي وباكل، وفجأة النار قطعت. ايه ده، النار بتقطع عندكم زي عندنا؟ الاحمال مرتفعة والمؤشر كان على الاحمر. معلش معلش. وضع وضع ايه؟ تاكل؟ مش انتوا بتاكلوا بني ادمين؟ كل حماتي دي مش عايزينها، دي كلها عظم، والعظم هيقف في زورنا. عرفت طلبك. كل البقره دي كلها شحوم ودهون وهتكبس على نفسنا، مش هنعرف ننام بالليل. كل المزه دي، دي ما تتاكلش، دي ناخدها معانا الكهف ونطلب دليفري. والله بيفهم. ماشي ولا ايه؟ طب نط من هنا، نط من هنا، دخل الدولاب تاني. طيب مع السلامه، مع السلامه. يا ده الدولاب ده عجيب جدا يا جماعه، يبقى احنا دلوقتي ندور على المفتاح. صح. ها؟ ونخرج، ويا دار ما دخلك شر، ما دام ما فيش اي حاجه حصلت في البيت عندكم. الدولاب، الدولاب كل شويه بيطلع ناس. صح ولا يا معلم. ولا كله دور على المفتاح. ندور اهو. بقول لك ايه، علبه مجوهرات اللي في الدولاب دي. نخش جوه الدولاب نجيب العلبه ونتكل على الله. تمام يا معلم، حلوه الفكره بتاعتك دي برضه. تعال. المجوهرات جوه. ربنا يستر. ربنا يستر. فين المفتاح؟ فين؟ انا عايز المفتاح، عايز اخرج من المكان ده. المفتاح راح فين يا رب؟ المفتاح فين؟ يا نهار اسود. ايه ده، مساء الخير. مساء النور. انت صاحب الكريمه؟ لا، وقع منها. يا ولد انت جامد. بس بقى يا شقي، بقول لك ايه. ايه؟ ممكن رقمك؟ رقم ايه يا راجل انت؟ ده انا واقف قدامك بالروب. ايه شباب اليومين دول لسه عايز الرقم؟ بقول لك ايه، انا شفتك في حته قبل كده بس مش فاكر فين. لا لا، ما شفتنيش اكيد يعني. لا شفتك. لا لا، مش انا اكيد. لا انا عرفت انا شفتك فين. اه يا ماهر الكلب. كريم ده انت مدوخنا. اسمعك ايه؟ اسمعني بس يا كريم، ده انا هقسمك اتنين. لا يا كريم، مش هتعرف تعمل لي حاجه. انا الساحر ماهر العظيم، اعمل لك السحر الاسود. بلاش الاسود عشان مش بحب. اعمل لك السحر البينك. البينك يبقى حلو عليا ويلم جسمي. انا بعمل لك سحر، مش بعمل لك جلابيه. جوزك يا هاني دلوقتي قطه، ارنب، اي حاجه، بقى مطيع دلوقتي. اي حاجه تطلبيها منه يعملها على طول. انا مش مصدقه نفسي. لا صدقي. طب خليه كده يتنطط. يلا اتنطط. يا اعلى فوق، خليك ناطط بس، بقى يفضل كده. لا انجز. خلاص وقف. طب خليه يلطم. يلطم على وشه. اقول لك اعمل عيل صغير. اعمل عيل. اسهل حاجه عندي. ما بتصدق انت. خليه يعمل حاجه تانية. خليه يغني كده. غني. يا زي بعض انتوا الاثنين، زي بعض. انت خاين وهي سفله. خلاص ارقص. امي وحياه امك. ايه شريهان؟ ايه ده؟ يا معلم. يا معلم، لقيت المفتاح. لقيت المفتاح يا بلد. دار العلبه، دار العلبه. لقيت العلبه والمفتاح. المجوهرات ايه؟ دي اللي نخبيها. ايوه. طب اظهر المفتاح. خبي العلبه. ايه يا تظهر المفتاح اهو. خبي العلبه. ايه ايوه كده. ها المفتاح اهو، اتفضل افتح لنا ويلا كله يروح بقى. كله. ايه ده، ايه ده، انت رايح فين انت؟ يلا نمسك على الله. لا لا مفيش الكلام ده، انت لازم تفجر لي الدولاب ده. انا عايزه متريليوز.
where I crazy liar and amazing arrow show me the proof of the world. Where oh, ow. So I can make a spread of larrigan and make family race and follow the right hand with the boomer. So where? Take it, say, spread the family with cattle. Ladder. I'm so sweaty, Aaron. Say, swallow, blow on it, when it. Swallow. Schwartz, Siggy Brunch and Iggy Raiders and the Lorigan and Brunch in England and what's in the world? قال لك ايه ولا فهمت حاجه شو ويجي برينس ان ايجل لارجن ان بيسس وين ان هير رر كمان البروموشن ايزس وان لايك اف هوم اون واتش ان ايجس ذس وات ا لارن فور ما قلت ما يموت من الهوا يا اخوان سويتش تو بروجن ايجس ذس وان لا ري هانا او او سيس وين ان وان قال ايه يا حد فاهم ايجو لو ماجي سيس وينين ايرل شيني وين سيس وان اوار ها عارف تير سوار صح they get a war at the mesa اه سيس وينين لونج اند سيس ميك ا بوزن ايرل ها سوار يس بو Yeah! Whoa! Whoa! Yeah! Whoa! Sir, seeing a learning ace in heron. So where can I? Picking it to where you're riding. Bring it away to Aaron. Don't tell story, I can! وبسبعة ونص وما بيتكسرش لا سحر ولا شعوذه اي وي كريجن اي ولوريان ايس 27 لا بص انا ابعت لك اللي يتصرف معاك انا سلبه ايوه يا معلم واحد زيك مش فاهم فهمه لا ما تقلقش ده انا مشهولك ده وريني لا في ايه يا سو وات تو برونسن ايز ذس وان لوكين ايج فور وان لايك ايز ذس وان اوكي سو سيس ذس وان كويك برينسن ايز ذس نيرو لوكين ايرون ليوناردو دي كابري تامر عاشور تانا Swear it, legacy, this nigga from one that you wearing. Yeah, sipping cigar. Hamad Ahlan. So wake, Lorian, and this one, and Lorian, and Egan Moran, and this one, and Lorian, Julia Roberts. Boosie. Adi? Normanda. Then time, my fasha. Tabhu Ginay. Habbil Aliyat. اهو طلع من الفيومه ولا عامل لي قرد وهو اصلا من بطرشين هنا تعرف تمشي امشي لك خالص بقى يا معلم يلا ولا رنز بقى يا حلوه يا شايله البلاص من فضلك يلا اسقيني ده انا قلبي بيحب الاخلاص زي ما حبك يا
يلا يا جماعة أنا متهالي كده كفاية قوي ونتكل على الله. يا دار ما دخلك شر. مع السلامة. أهلا يا حاجة. ازيك يا حبيبي؟ تعالي يا حاجة، أنت إيه اللي جابك هنا؟ والله ما أنا عارف. تعالي روحي يا حاجة، الباب اتفتح. تعالي. سلام عليك. مع السلامة يا قمر. مع ألف سلامة. سلام يا وليه. إيه ده؟ إيه؟ ده أنت طول بعرض وتحد الأرض. مش قوي يعني. ما بتفكرش تخش دنيا؟ أنا لو اتجوزتك هخش دنيا. ياه. مالك؟ الدنيا جت عليا. روعي. طب امشي بقى يلا. ليكي في اللي أنت فيه. يلا يلا يلا، انت اي حاجه تاخدها في ايدك وانت ماشي. خد وقعت منكم دي. متشكرين والنبي يا معلم، والله العظيم متشكرين. مش عارفين نقول لك ايه. سيب لنا حاجه حلوه هنا. ايه يا قمر؟ ايه يا جميل يا طعم؟ خد اقول لك هنا حاجه يا طعم. تعال. اجي يا ست. جيت. ايه ده؟ ايه؟ انا عارفاك. ايوه. انت ماهر الساحر؟ ايوه انا ماهر الساحر. ايه ده؟ ده انا مشهور بقى. انت مش بس ساحر، انت بطل. ده انت اللي بطل. انا اللي بطل. خدي تعالي عايزك. انا اللي كسبت. راجل مقطف. ما يعملش اي حاجه. مش ايه ده؟ طب بصي، مراتك بتخونك يا راجل. مراتك بتخونك معايا. مراتك بترتاح معايا. اذا كنت انا برتاح معاك، مراتي مش هترتاح معاك. عليا النعمة، انت راجل قفص. ايوه يا عم. يلا بينا يا قمر. يلا قدامي. يلا يا ابن المحظوظة، خدت الزلابيايه وسبتني انا مع عربية الكشري هنا. ازيك يا قلبي؟ بقولك ايه يا حبيبي؟ ايوه. الليلة كانت جميلة وزي العسل والله. الحمد لله سطرنا العيال يا حاج. بس بقولك ايه؟ مش ملاحظ ان في حاجة غريبة؟ ايه؟ الناس اللي عمالة تخرج من الدولاب دي وربنا ما فاهم ايه الحكاية دي. ده كلام بص، احنا عايزين البوليس. مين؟ بوليس. ايه ده؟ انت واكلة ايه النهاردة؟ واكلة كرنب؟ برنامج اطلب واتمنى؟ ايوه انا جاي اهو. السلام عليكم. ايه ده يا جماعة؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ احنا اللي المفروض نسأل حضرتك ايه اللي جابك هنا؟ معرفش، انا كنت نايم في عربية البوكس. ايه ده؟ انت اللي كنت نايم في عربية البوكس تحت البيت؟ لا، هو عربية البوكس اللي كانت تحت البيت. لما انا بقى عربية البوكس تبقى دي عربية الترحيلات. حلوة. والله بجد يا جماعه، انا كنت نايم في عربيه البوكس اللي تحت البيت، فجاه نمت صحيت لقيت نفسي هنا. في حد ينام وهو في الشغل برضه؟ يا عم عادي، ما كل الناس بتنام وهي في الشغل. وبعدين انا حطيت الخطه وشفت الحراميه وهم نازلين من عندكم، وقلت للعساكر بتوعي هجوم اف ام. بقول لك ايه، الناس دي بقى لسه نازله من عندنا. اتلم ولم لساني. يمين الله، لسه نازلين من عندنا. احترمنا. اتفضل يا حضر الظابط، انا هوصلك بنفسي. اتفضل. ليه ما الراجل ده بيقول ان الناس لسه نازله من عندكم؟ يا سيدي مالكش دعوه بالراجل ده. مال انت مالك؟ لا انا لازم اجيبهم واعرضهم عليكم بامانه. يا 7 9 اعمل ايه؟ ميعاد عشاء. يبقى نتعشى سوا. انت راشي زي بكابورد يا جماعه. والله لازم نجيبهم ويتعرفوا عليكم دلوقتي. يا شاويش مرغني، انت يا شاويش. اهلا وسهلا. انت مين؟ انا مين ايه؟ انت مين؟ انت ما تعرفش انا مين يا ابني ولا ايه؟ لا ما اعرفش انت مين. انا وزير الداخليه يا حبيبي. باشا منور. انا وزير تخدير الداخليه يا بابا. يا باشا ما انا قلت لحضرتك ان كل حاجه زي الفل والعمليه ماشيه زي الفل. عمليه انا جاي اشوفها بنفسي يا حبيبي. يا باشا منورنا والله العظيم. لا بس انت ظابط كويس. الله يكرمك. قال عليك كلام زي الفل في الداخليه. ربنا يخليك. برافو. ربنا انت خريج دفعه كام؟ 2001. انتوا كام واحد؟ كانوا هم 2000 وانا واحد يا فندم. 2000 وانت الواحد. بالزبط. ما شاء الله الدفعه بتاعتكم كويسه. الحمد لله. الدفعه بتاعتكم دي كلها ظباط؟ كلكم طلعتوا ظباط في الدفعه؟ الحمد لله. مفيش دكاتره، مفيش مهندسين، كلكم ظباط ما شاء الله. لا ما شاء الله عيلين، برافو. لا وفي 3 نجوم على كتفك اهو ما شاء الله. وعبال ما يبقوا 5 نجوم ويبقى عندك جاكوزي وسبا وساونا تبقى حاجة هايلة. ربنا يخليك. بعد كده تفسح حيالك على كتفك، ما تودهمش بعيد. جيبهم كده تلاعبهم وتمشيهم. ربنا يخليك يا فندم. لا هايل. الله يخليك. انا عايزك تشتغل كويس. يا فندم بتأمرني. جايب نفسي ها؟ طيب. يلا المشتبهين انت مشتبه. حاضر. سرعة يا ابني. يا جماعة اتفضلوا، الباشا هيخرب بيتنا اقسم بالله. سرعة يا عبد الله. حاضر. يا عليوم الاسود. اتفضلوا. يلا يا مهوري. سعادة الباشا. سعادة الباشا والله انا كنت ماشي في الشارع يعني، لا بيا ولا عليا انا والواد الغبي اللي معايا ده
سيادتك انا نجار يعني، وهو وبعدين يعني لقيتهم بيقولوا لنا اطلعوا الباشا عايزكم يعني، لكن احنا لا لينا في الطور ولا في الطحين سيادتك يعني. مش كده يا ايوه يا باشا. استاذ كريم حضرتك، استاذ كريم تقدر تتعرف على المشتبه فيهم دول؟ اه طبعا. بص حضرتك انا هقول لك، حضرتك الاستاذ ده والاستاذ اللي هناك ده شكلهم حراميه وباين عليهم جدا. انت ماسك عليه ايه؟ حراميه يا سعاده الباشا، مش حراميه ولا حاجه سيادتك يعني، ما فيش اي حاجه سرقت في البيت واحنا كنا ماشيين يعني، معقوله حراميه يبقى واضحين قوي كده؟ مش معقوله يعني يا باشا. طب والاثنين اللي هناك دول؟ لا يا باشا احنا في شهر العسل، مالكش دعوه بينا. ايه ده انت لحقت؟ متسرع قوي انا، حبينا نعيد جبنا سيد. بص حضرتك انا هقول لك، حضرتك شايف حضرتك اللي هناك دي؟ انا اول مره اشوفها. وحضرتك شايف الراجل ده؟ اول مره اشوفه. بالظبط كده، انا اول مره اشوف جيجي ومرات الشفيفه العفيفه دي اول مره تشوف ماه. حلو قوي سيادتك، كلنا اول مره نشوف بعض.